رأيك في مشاورات رئيس الحكومة حول تشكيلة الحكومة المقبلة؟ موقف الحزب الدستوري الحر عبرنا عليه منذ الوهلة الأولى، لسنا معنيين بتشكيل هذه الحكومة، لسنا معنيين بأي مفاوضات ولا حوارات حول تشكيل هذه الحكومة، لن نصوت لهذه الحكومة وسنبقى في المعارضة. هذا موقف مبدئي اولا باعتبار ان الاخوان هما اللي كونوا في الحكومه هذه، واحنا هذا بالنسبه لنا خط احمر. اسباب اخرى موضوعيه، وهي انه اليوم تشكيل الحكومه قاعد يتبني على محاصصات وعلى توزيع كعكه وعلى اقتسام مناصب، وليس على برنامج اصلاحي او على تقييم للتجربه الفاشله اللي خاضوها نفس الناس اللي اليوم مكلفين بتشكيل الحكومه منذ 2011 الى اليوم. اذا نعرف انه مقومات النجاح مفقوده، لن يكون هناك أي تغيير، كل الفشل باش يكون مصير مثل هذه التركيبات المناهضة للطبيعة، يعني ليه ضد الطبيعة. موقفنا مبدئي وهو أن في المعارضة وغير مشمولين بها. بالنسبة لوجودكم في المعارضة، يعني اليوم الحزب الدستوري الحر يجد نفسه تقريبا وحيد في المعارضة، هل هناك ربما توجه وإلا مراجعة توجه لمراجعة الموقف أو تحالفات ممكن جديدة؟ لن نغير موقفنا لأنه موقفنا مبدئي بقطع النظر عن مواقف بقية الكتل والتنظيمات داخل البرلمان. احنا باش نكونوا في المعارضة، وهذا هي موقف واضح وقاعدين تشوفوا فيه جسمناه بعدم استجابتنا للدعوة للمشاورات، وسنجسمه من خلال عدم التصويت للحكومة. يعني لن يكون هناك تحالفات أو مفاوضات مع مختلف الكتل لتجميع المعارضة حتى وإن اخترتم أن تكونوا في المعارضة؟ احنا توا قاعدين نشوفوا في الناس الكل قاعدين داخلين في مشاورات في هذه الحكومه، مانيش قاعدين نراو في تنظيمات عندها رفض مبدئي للتعامل مع الاخوان، واللي قلنا هذاك احنا سياسيا خط احمر بالنسبه لنا. اذا احنا محافظين على مبدانا وعلى ثوابتنا. هذا هو. كيف تجدون تعاملكم مع هذا المجلس وتركيبه المجلس، خاصه انه حركه النهضه هي الكتله الاولى في البرلمان، راشد الغنوشي هو رئيس المجلس؟ هو من نكد الدهر أن يكون شيخ الإخوان رئيس مجلس نواب الشعب. نحن موجودون في هذا المجلس بقوة القانون، موجودون بقوة قرابة 200 ألف صوت للناخبين اللي صوتوا الحزب الدستوري الحر. احنا نمثلوا الناخبين متاعنا، نمثلوا الرأي العام الوطني اللي مش راضي على هذه الأوضاع وعلى هذه الضبابية في المشهد السياسي، الرأي العام اللي مش راضي على الإخلالات القانونية اللي شابت العملية الانتخابية. نتعاملوا اليوم مؤسسة في مجلس نواب الشعب، نمارس عملنا البرلماني في إطار ما يقتضيه القانون. ليست لدينا علاقات شخصية أو تطبيع من أي نوع كان مع الإخوان على المستوى الشخصي، نقوم بواجبنا اللي كلفنا به الشعب فقط، انتهى. بالنسبة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، موقفكم من رئيس الجمهورية وتقييمكم لهذه الفترة؟ يعني مازال ما عطاه حتى مؤشرات اللي باش تنجم تخلينا نكون عليه موقف. مانيش قاعدين نراو في نشاط ممنهج اللي يدخل في اختصاص رئاسة الجمهورية، كما ملفات الأمن القومي، كما ملف الدبلوماسية الاقتصادية، كما ملف العلاقات الخارجية. مازلنا قاعدين نشوفوا في تحركات هنا وهناك دون رؤية ودون برنامج. أنا نتابعوا، أنا نشوف. شكرا لك.